أهلا بالجميع على حلقة جديدة، وهذه الحلقة معمولة بناء على طلب متابعي هذه القناة، يعني عن القواعد التي تتبع عند إضافة بعض الحروف أو suffixes في نهاية الكلمات. وراح نركز هنا على الED في الأزمنة، أو الING أو الER EST أو LY مع الظروف، والقواعد المتبعة مع مثل هذه الإضافات. راح أبدأ بED ومقارنتها برضو بING في نفس الوقت. طبعا عندنا عدة قواعد نتبعها عند إضافة ED مع الأزمنة، والقاعدة الأولى لإضافة ED هو أنه أي كلمة تنتهي بحرف الإي كل ما عليك أن تضيف دي فقط، لأنه الإي تكون موجودة بالكلمة. فمثلا كلمة live تصير lived، وdecide تصير decided، وكلمة invite تصير invited. أما عند إضافة ING في مثل هذه الكلمات التي تنتهي بE، فكل ما عليك هو أن تشيل حرف الE، فتصير inviting وliving وdeciding من غير حرف الE عند إضافة ING. هذه القاعدة وخاصة الING لها استثناءات، والاستثناءات هي أنه أي كلمة تنتهي بحرفي الOE فهنا يبقى الE، أو الYE فهنا يبقى الE، أو كلمة تنتهي بدبل E يعني حرفين للE فهنا كل ما عليك أن تضيف الING. فمثلا toy تصير toying يبقى الإي، أو die يسبق تصير dying يبقى الإي، أو pee تصير peeing تبقى الإي لأنه هنا double E. إذن الاستثناء هو لما تنتهي بدبل E أو تنتهي بOE أو YE تبقى الإي. أما عند تحويل هذه الكلمات إلى الماضي فتضيف D فقط كالعادة، يعني تتبع القاعدة السابقة، فتصير toy تصير toyed، وdie تصير died، وpee تصير peed. أما القاعدة الثانية أنه أي كلمة تتكون من مقطع واحد تنتهي بحرف ساكن واحد قبل الحرف الساكن حرف متحرك واحد، إذن كل واحد دائما تضاعف الحرف الأخير عند إضافة ING أو ED. فستوب عند إضافة ING تضاعف الP وتصير stopping، وبان وعليك الأمان تضاعف حرف الN وتضيف ING banning، وplan تضاعف حرف الN وتضيف ING planning. نفس الحكاية عند إضافة الED تضيف stop P وED stopped، ban تضيف الN وبعدها ED banned، وplan تضيف الN وبعدها ED planned. super easy I told you. وطبعا الاستثناء لهذه القاعدة انه اي كلمة تنتهي بحرف ال X او ال Y او ال W ما تضاعفش الحرف الاخير، يعني تضيف ال ING او ال ED من غير اي مضاعفة للحرف الاخير. فمثلا كلمة fix تصير fixing، او ED تصير fixed، او snow تصير snowing مع ال ED تصير snowed، أو play مع الING تصير playing مع الED تصير played، ما فيش أي مضاعفة. X Y W super easy I told you. أما الكلمات التي تنتهي بحرف الواي وقبلها أي حرف من الحروف المتحركة الخمسة، فهنا عند إضافة ING أو ED تضيف الING أو الED مباشرة. فمثلا كلمة played أو enjoyed أو ING playing enjoying. أما عند الكلمات التي تنتهي بحرف Y، وهذه فقط مع الإيدي، عند الكلمات التي تنتهي بحرف Y قبلها حروف ساكنة أو حرف ساكن قبلها حروف ساكنة قبل حرف الواي، في هذه الحالة فقط تحول الواي إلى آي وبعدها تضيف الED مع الماضي فقط. فمثلا كلمة try تصير tried
نضيف نشيل الواي ونحطه اي وتصير ايدي tried، او cry تصير cried cried. اما مع الاي ان دي ما فيش اي تغيير في الحالتين، فtry تصير trying trying، we cry تصير crying crying، لا تغيير فقط مع الاي دي في الماضي. القاعدة الثالثة انه اي كلمة تتكون من مقطعين، وعادة نعرف المقاطع في الكلمة بعدد الاصوات المتحركة، فمثلا كلمة sad فيها حرف متحرك واحد من الحروف الخمسة اداني صوت، فاذا هنا عندي مقطع واحد. trade هنا حرف الاي اداني صوت، حرف الاي ما اداني صوت، لذلك عندي برضو مقطع واحد. beautiful عندي المقطع الاول بيو ثلاثة حروف بس اداني صوت واحد اللي هو يو بيو بيو، فاحسبهم مقطع واحد بعد تي هنا مقطع وفول مقطع beautiful beautiful. إذا نعرف عدد المقاطع بعدد الأصوات المتحركة، واللي حابب يعرف معلومات مفصلة يشوف رابط عن كيفية معرفة المقاطع في الكلمات. إذا لو عندنا كلمة تتكون من مقطعين وعادة المقطع الأخير الصوت كان ما فيش عليه ستريس، الستريس انه ما فيش تشديد عليه على هذا المقطع، يعني ما تنطقوش بشكل واضح. هنا ما تضيفش او ما تضاعفش الحرف الاخير. اذا كان في عليه ستريس تشديد على المقطع الاخير يعني الصوت واضح اكثر، فهنا تضاعف الحرف. فمثلا كلمة happen 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 هنا الستريس على المقطع الاول اللي فيه حرف الاي ها ها واضح اكثر، بينما الصوت الاخير تبع الاي المقطع الاخير ما فيش عليه ستريس، فتقول happen happen تنطق بشكل سريع وخاطف. فاذا عند اضافه ing تضيف الing من غير مضاعفه الحرف الاخير happening happening، وعند اضافه ed تضيف الed من غير مضاعفه الحرف الاخير happened happened. ليش؟ لأنه في هذه الكلمات الستريس على المقطع الأول مش على المقطع الأخير. كلمة ثانية زي كلمة suffer 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 هنا التشديد على المقطع الأول صف صف suffer، بينما المقطع الأخير اللي فيه حرف الـ ER هنا بنخطفه على طول suffer. إذن هنا عند إضافة ING أو ED بتضيف الـ ING أو الـ ED من غير مضاعفة الحرف الأخير، فتقول suffering suffering أو suffered suffered. بينما الكلمات التي يتم التشديد فيها على المقطع الأخير فهنا عادة تعمل مضاعفة للحرف الأخير. مثلا هذه الكلمة وأعتقد أنه البعض ينطقها بشكل خاطئ، وأنا أتعمد أني أجيب كلمات يعني يكون نطقها صعب شوية على بعض المتابعين، زي كلمة occur occur occur. لو تلاحظ من خلال نطق الكلمة التشديد على المقطع الأخير occur er. مش بنطقها occur occur لا occur occur. إذا هنا لما أضيف ing أو ed أضاعف الحرف الأخير لأنه التشديد على الحرف على المقطع الأخير، بينما المقطع الأول لو تشوف الكلمة بادئة بحرف ال O بس ما نطقتوش O no أك أك خاطف وسريع. إذا هنا ما فيش stress، الستريس على المقطع الثاني، فأضاعف حرف ال R هنا فأقول occurring occurring. وعندما أضيف إيدي برضو أضاعف أقول occurred occurred. كلمة ثانية prefer، شوف المقطع الأول اللي فيه حرف الإي سريع prefer، المقطع الأخير فيه تشديد prefer prefer، لما تضيف الING تضاعف حرف الR preferring preferring، ضيف الإيدي تصير برضو ضاعف حرف الR وتصير preferred preferred preferred. إذن في تشديد على المقطع الأخير ضاعف الحرف الأخير، ما فيش تشديد عليه فقط ضيف الـ ed أو الـ ing. super easy I told you. وبخصوص الـ stress إن شاء الله راح أعمل عليه حلقات مفصلة في خلال الأيام القادمة. أما إذا الكلمة انتهت بحرف الـ ie انتهت الكلمة بحرف IE وحابب تضيف ING، فبكل بساطة يتحول الـ IE
إلى حرف واي وبعدها تضيف ing. فمثلا كلمة lie lie عند إضافة ing تصير lion lion، تشيل ال ie وتضيف حرف واي وبعدها تضيف ال ing. die die تشيل ال ie وتضيف واي وبعدها ing. dying dying أو tie tying تاين. طيب حرف الـ لما نضيف الـ ED إيش يصير؟ اللي يصير إنك تخليهم كما هم وتضيف الـ D مباشرة، يعني ما تتبعش قاعدة الـ ING. فتصير lie تصير lied lied و die تصير died died و tie تصير tied tied. إذن هذه القاعدة سهلة جدا. ING نشيل الـ IE ونضيف Y وبعده ING. حرف إضافة ED تبقى كما هي وتضيف الـ D مباشرة. أما إذا انتهت الكلمة بحرف L وقبلها حرف متحرك واحد، فهنا في هذه الحالة عندك طريقتين للكتابة. عند إضافة الـ ING بالطريقة البريطانية، إضافة ING أو ED ضعف الحرف الأخير، بينما بالطريقة الأمريكية لا تضعف الحرف الأخير وتضيف الـ ING أو الـ ED مباشرة. فمثلا كلمة travel ممكن تضعف الحرف الأخير تصير double L وتصير traveling بالطريقة البريطانية، أو بالـ ED برضو تضعف الحرف الأخير وتصير traveled traveled، أو تتبع الطريقة الأمريكية أنك ما تضعفش الحرف الأخير تضيف الـ ING أو الـ ED مباشرة. أو كلمة أخرى marvel marvel تضعف الحرف الأخير marveling، أو مع الـ ED برضو تضعف الحرف الأخير marveled في الطريقة البريطانية. أما الطريقة الأمريكية لا تضعف الحرف الأخير ومباشرة تضيف الـ ING والـ ED. أما الكلمة اللي تنتهي بحرف C فعند إضافة ING أو إضافة ED تعمل حرف الـ K بعد حرف C وبعدها تضيف الـ ING أو الـ ED. فمثلا mimic mimic عند إضافة ING ضيف حرف الـ K وبعدها تضيف الـ ING أو الـ ED. mimicking 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 أو mimicked mimicked إضافة ED. أو traffic traffic تصير trafficking trafficking، أو إضافة ED تصير trafficked trafficked trafficked. إذا تضيف حرف الـ K إذا انتهت الكلمة بحرف C وتضيف ING أو ED، وبرضو تتبع نفس هذه الطريقة عند إضافة ER عند تحويل الفعل إلى فاعل. mimic mimicker و traffic trafficker. إذا وجدت معلومات جديدة عليك سواء كنت مدرس أو متعلم للغة الإنجليزية اكتبها في خانة التعليقات، وإذا في كلمات استثنائية تخالف هذه القواعد برضو اكتبها في خانة التعليقات. وإذا استفدت من هذا الفيديو ادعي لنا في خانة التعليقات، وإذا ما استفدتش من هذا الفيديو اعمل بس لايك للفيديو. This is me saying to you استمروا في مشاهدة هذا الفيديو. والآن راح ننتقل إلى المقارنة مع الصفات. عادة الصفات طبعا فهمك للخطوات السابقة راح يساعدك في فهم إضافة الحروف مع الصفات عند المقارنة. إذا انتهت الكلمة كالعادة بحرف ساكن وقبل حرف الساكن حرف متحرك واحد في كلمة تتكون من مقطع واحد، فعادة مع الصفات عند إضافة ER أو EST عادة نضاعف الحرف الأخير، يعني زيها زي قاعدة إضافة الـ ING أو الـ ED في الكلمات اللي تتكون من مقطع واحد. فكلمة fat فات هنا انتهت بحرف ساكن اللي هو حرف T، قبلها حرف متحرك حرف A، نضاعف الحرف الأخير فتصير fatter fatter than اللي هو أسمن من. أو كلمة sad sad تصير sadder 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 than اللي هو أحزن من. أو mad madder madder إذا نضاعف الحرف الأخير سواء مع الـ ER أو الـ EST فتصير fattest fattest أو saddest saddest أو maddest. الاستثناء كالعادة إذا انتهت الكلمة بحرف الـ X أو حرف الـ W، ففي هذه الحالة عند إضافة ER أو EST لا يتم مضاعفة الحرف الأخير. فمثلا كلمة lax تصير laxer laxer أو laxest laxest، وكلمة low تصير lower lower، أو إضافة EST تصير lowest
لوس، يعني ما نضيفش أو ما نضعفش الحرف الأخير. أما الكلمات التي تنتهي بحرف الـ A فعند إضافة ER أو EST كل ما عليك هو أن تضيف الـ R أو الـ ST مباشرة. فمثلا cute تصير cuter، cuter تضيف الـ R بس لأنه الـ E موجودة، أو cutest، cutest، cutest. أما الكلمات التي تتكون من مقطعين أو أكثر، يعني عادة من 3 مقاطع، عادة أنت مش محتاج تضيف الـ ER أو الـ EST، كل ما عليك أنك تضيف more أو most. فمثلا كلمة beautiful تقول more beautiful than، أكثر جمالا من، أو most beautiful، يعني ما فيش داعي تضيف مقطع آخر لأنه نطق الكلمة راح يكون مش راح يكون غريب. وللي حابب يعرف عن بعض الكلمات اللي تكون مقطعين تضيف لها ER و EST يشوف حلقة عن المقارنات، راح يظهر الفيديو هنا أو راح يكون في خانة الوصف. أما عند إضافة الـ LY وعادة نستخدمها لتحويل الصفة إلى ظرف، ففي الغالب إحنا نضيف LY إلى أي صفة نحولها إلى ظرف. في الغالب يكون عندنا بعض القواعد يعني لإضافة بعض الحروف وأحيانا لإزالة بعض الحروف. فمثلا أي كلمة تنتهي بـ IC، أي صفة تنتهي بـ IC، عادة لما حابب تضيف الـ LY تضيف قبله AL، AL وبعد تضيف LY. فمثلا كلمة specific، specific لو أنت حابب تحولها إلى ظرف فتقول specifically، specifically. طبعا الـ A هنا كأنه مش موجود عند النطق لكن لازم تضيفه أثناء الكتابة. أو automatic، automatic تصير automatically، لازم تضيف AL وبعدها LY، automatically، automatically. systematic، systematic تضيف AL وبعدها LY، systematically، systematically. إذن هذه القاعدة الأولى. طبعا هذه القاعدة لها كلمة مشهورة وهي مستثناة من هذه القاعدة وهي public، public تصير publicly، publicly من غير ما تضيف أو تضاعف الـ AL، على طول تضيف الـ LY بعد الـ C وتحول هذه الصفة إلى ظرف. أما إذا انتهت الكلمة بـ LE وكان قبلها أي حرف ساكن ففي هذه الحالة تشيل حرف الـ E تضيف حرف Y وما فيش داعي تضيف LY. فمثلا كلمة favorable، favorable تصير favorably، favorably تشيل الـ E وتضيف Y مباشرة. simple تصير simply، simply. wrinkle تصير wrinkly، wrinkly تشيل الـ E تضيف Y. أما إذا انتهت الكلمة بـ LE وكان قبلها أي حرف متحرك ففي هذه الحالة فقط تضيف LY بعد حرف الـ E. فمثلا كلمة agile، agile تصير agilely، agilely. و soul، soul تصير solely، solely. كل ما عليك أنه تضيف بعد حرف الـ E LY. ليش؟ لأنه الكلمة انتهت بحرف الـ E L وقبلهم حرف إيش متحرك اللي هو حرف الـ O وحرف الـ I. استثناء شائع لهذه القاعدة هي كلمة whole، whole تصير wholly، wholly. أما إذا انتهت الكلمة بـ double L فكل ما عليك هو أن تضيف Y فقط، يعني ما فيش داعي تضيف another L. فمثلا كلمة shrill، shrill تصير shrilly، shrilly. و dull تصير dully، dully فقط تضيف حرف الواي. أو fall، fall تصير folly، folly. أما إذا انتهت الكلمة بحرف الـ U E فببساطة هنا تشيل حرف الـ E وتضيف الواي. فمثلا true تصير truly، truly، truly. نشيل الـ E ونضيف الواي. أو do، do تصير duly، duly. نشيل الـ E ونضيف حرف الـ LY. أما الكلمات التي تنتهي بحرف الـ Y وعادة حرف الـ Y يكون قبله حرف ساكن ففي هذه الحالة تحول الـ Y إلى I وبعدين تضيف LY. فمثلا easy، easy قبل حرف الـ Y حرف ساكن اللي هو حرف الـ S فتصير easily، easily. أو happy، happy تصير happily، happily. نشيل الواي ونحط بداله I وتصير ly happily،
happily. طبعا عادة مع الكلمات اللي تتكون من مقطعين وأكثر، أما الكلمات اللي تتكون من مقطع واحد وتنتهي بحرف واي ويكون قبلها حرف ساكن، فعادة نضيف ly من غير ما نشيل أو من غير ما نحول الواي إلى I. فمثلا shy تصير shyly shyly shyly، أو sly تصير slyly slyly slyly. أما الكلمات التي تنتهي بحرف الواي ويكون قبله حرف متحرك زي حرف الأو، أي حرف من الحروف هذه الخمسة اللي ظاهرة على الشاشة، فمباشرة تضيف الواي من غير أي تغيير. فمثلا كوي كوي تصير كويلي كويلي أنا كويلي، وغراي تصير غرايلي غرايلي غرايلي. طبعا في استثناء لهذه القاعدة وهي جاي تصير جايلي جايلي جايلي. من اللي جايلي؟ مش عارف. المهم هذا هو الاستثناء، وأتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو وأنه يكون أضاف لكم معلومات جديدة. للي أضاف له هذا الفيديو معلومات جديدة اكتبها في خانة التعليقات. لو في استثناءات لبعض هذه القواعد ما ذكرناهاش بهذا الفيديو اكتبها برضو في خانة التعليقات. This is me saying to ya. See ya.